في فيديو النهارده هنتكلم عن المسطح البيلت ان قلبه الايطالي بالكامل، حرفيا البوتاجاز كل قطعه فيه ايطالي. هنتكلم عن اهم مميزاته وعيوبه، بس قبل ما نبتدي الفيديو يا ريت تدوس زر الاشتراك وتفعل الجرس، عشان ده فعلا بيدعمنا كتير عشان اقدر اجيب لكم اكبر قدر من الاجهزه اللي تساعدك في اتخاذ قرار الشراء. انا احمد جبريل ودي قناه استشاري الاجهزه المنزليه، ويلا بينا نبدا الفيديو. اول ميزه هنتكلم عنها زي ما قلنا في مقدمه الفيديو ان كل قطعه في البوتاجاز صناعه ايطالي بالكامل. من اول جسم المسطح هنلاقي مكتوب عليه صناعه ايطالي. لو جينا المفاتيح التشغيل، لو فكينا اي مفتاح هنلاقيه جوه المفتاح مكتوب صناعه ايطالي. لو جينا نبص على عيون البوتاجاز هنلاقيها برضو صناعه ايطالي. فحرفيا كل قطعه فيه صناعه ايطالي، وده اللي بيميز براند البا عن اي براند تاني موجود في السوق حاليا. المسطح بينزل امان كامل، واشعال ذاتي في كل مفتاح. يعني وانس ان انا ضغطت على مفتاح التشغيل ولفته المسطح بيشتغل معايا، فكل مفتاح فيه اشعال ذاتي واقدر بايد واحده ان انا اشغله. المسطح بينزل حوامل ظهر. لو جينا نبص على غرف الاحتراق، ده شكل غرف الاحتراق، وسهل جدا اغير فونية البوتاجاز لو حبيت اغير من غاز طبيعي لغاز مسال او غاز انبوبة، والبوتاجاز او المسطح بينزل غاز طبيعي، فلو انا عندي انبوبة لازم اغير الفونية الخاصة بالمسطح. تقسيمة العيون ممتازة جدا، عندي عين ثلاثية اللهب في النص، وعين وسط شمال، وبقيه العيون زي ما احنا شايفين في شكل المسطح. فتقسيمتها ممتازه جدا، في وضع الاواني ما بينها وبين بعض هتكون مريحه ما فيهاش اي مشاكل. هنيجي نبص على العيب الوحيد للمسطح، ان الحوامل الظهر بتاعته خفيفه قوي، يعني سهله جدا ان هي تتكسر بعكس مسطحات تانية. يعني سمك المسطح او سمك الحامل رفيع قوي، فوارد جدا ان هو يتخبط مني يتكسر. واللحامات برضو في المسطح مش كويسه، يعني هلاقي في فروق ما بينها وما بين بعض، فده يعتبر العيب الوحيد الموجود في المسطح، ان الحوامل الظهر بتاعته خفيفه قوي وسمكها رفيع جدا، سهله الكسر في اي وقت، او لو اتخبطت مني ممكن تتكسر بسهوله. وده شكل المسطح مره تانية. سعر المسطح الحالي وقت نزول الفيديو 29500 جنيه، زي ما قلنا المسطح صناعه ايطالي بالكامل. وبرده في ميزه تانية في المسطح، ان مواسير المسطح هلاقيها نحاس، فده برده بياكد لي ان جوده خامات المنتج ممتازه جدا. كل قطعه صناعه ايطالي وبرده المواسير نحاس. ودي كده كانت نبذة سريعة جدا عن المسطح القلبة الخمسة شعلة لصناعة ايطالي بالكامل، واتمنى الفيديو البسيط ده يكون عجبكم. لو اول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يجيلك كل حاجة جديدة.